بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه الى معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زين رئيسه مجلس النواب بمناسبه تسلمها رئاسه الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحاليه وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد في العاصمه المصريه القاهره وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن أخلص تمنياته لرئيسة مجلس النواب بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة الاتحاد البرلماني العربي لدعم التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية بما يخدم قضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من التقدم والتنمية والازدهار. وأشاد سموه بالمكانة الرفيعة والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين على المستوى العربي والدولي، وما يتمتع به أبناء المملكة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسؤوليات والمناصب الإقليمية